بكل شدة وعندها نهايتها، غدوة ترجع حياتنا لعادتها. أما اليوم خلينا نشدوا ديارنا ونحميوا صغارنا ونتعاونوا ونعملوا اللي علينا باش نحافظوا على أهلنا ومالينا وكبارنا اللي عزوا علينا، وغدوة ترجع حياتنا لعادتها وتتعدى هالسحابة وتونس تعاود تشرق شميستها. عمرنا ما نسينا الناس اللي تخدم علينا وأبطالنا في السبيطارات اللي تدوينا على خاطر بلادنا سرها وقوتها في محبتها. وغدوة ترجع حياتنا لعادتها وحوستها وفرحتها وبهجتها، وباش نفرحوا أكثر ساعتها على خاطرنا باش نحسوا أكثر بقيمتها. توينسا وسرنا المحبة. كيسألوك على الأصل الطيب قلهم أرض طيبة، وإحنا توا أكثر من 23 سنة نخدموا في أرض كريمة بجهدنا ويدينا، ومن ما زرعنا نجمعوا حليب صافي من أحسن ما تنتج الطبيعة، ونزيد نقف عليه في مصنعنا الضمان جودته العالية، خاطر هو الأصل في صنعتنا وحرفتنا، صناعة الأجبان. أجبان مرياح سرها صنعة اليدين، حرفة واتقان كل العاملين، وفي خدمتنا نعرفوا لكل حركة مهمة، كل شيء محسوب باش نوصلوا ننتجوا جبن بنين ويملى العين، ومهما كان نوع الجبن نعطيوه حقه، ياخو وقته وبلاستو، ونتبعوه من اللي حضرناه وخدمنا عليه حتى يوصل بين يديكم. وبأحسن ما ننجو نودوكم وين ما كنتوا، على خاطر بينا أمنتوا وعلينا عملتوا. أجبان مرياح ديما لمحبتكم ساعين. التوينزا كيف يحكيوا على ماكلة بنينة يقولوا طايبة سلا سلا، وتن البدر حذرناه سلا سلا، محذر بطريقة تقليدية، مرقد في أحسن زيت زيتونة غني بالوميغا 3. تن البدر صحة ونكهة وبنة. عرفت شي توسر تن البدر وهل يخفى القمر؟ بذرة صدق زرعناها كبرناها ولنهار عليها بخلنا، جيل ورجيل مسؤولية ورثناها، بعد 50 سنة بذرة صدق زرعناها محبة لقيناها، سيكام محبة وغرام. نجمة راك حرة. بريكادو جادو. ليبرتا للأسفار والسياحة، حجاجنا معتمرينا في مم وعينينا. بالما اونو دون اكسلونت كاليتي. انا جربت بالما وانتي وقتاش؟ بالما سورس دو ناتور او كوتيديان. مرحبا بكم الناس الكل في حلقة جديدة من الماتينال، بداية أسبوع موافقة للناس الكل. حلقتنا اليوم باش نحكيو على ملكية الأجانب العقارات في تونس، هل يمكن ولا ما يمكنش وشنو ما الشروط طبعا. كيف باش نحكيو على الفيرجيتور، كيفاش نجمو نتخلصوا منهم، اللي هو نقولوا احنا باللغة العامية متاعنا التفزير متاع اللحم وإلا تمدد البشرة. دونك شوفوا علاش يكون معدا فما بدنات تتفزر وبدنات لي وشنو الحلول. دونك خليكم معنا ما تبدوش القناة، وما بعضنا نقولوا صباحي البنات. بونجور فاطمة، بونجور صفصوف، نصبع على الشيف أسماء وشيف أيوب، ونصبع عليكم كما كل يوم، نقول لكم إن شاء الله صباحكم خير وزين وبنين. استنوني من بعد في غوسي ستايل، اليوم باش نحكي لكم على جوب لونغ. بونجور فاطمة غوسي، شيف أيوب وضيفته شيف أسماء، صباح عليكم أنتم الناس الكل في برنامج الماتينال على قناة التاسعة اللي قاعدين تتفرجوا فينا تو وكل يوم. إن شاء الله نهاركم زين وخير وخمير يا ربي وكله محبة. وسنوني بعديك شوية باش نحكي لكم في عجيبة غريبة على برشا عجيب وبرشا غرايب، غير استنوني وقت الغبغيك. وي دونك سنو فقرات البنات، ما طبيك ما بعضنا نقولوا صباحي لشيف. صباح النور فاطمة، صباح النور البنات. أسماء صباح النور، نلتقي من جديد مع أسماء، دونك مرة أخرى نتقابل مع بعضنا في الكوجينة. هي عليها الحلو وأنا عليها الملح كالعادة. اليوم شنو اخترت لنا أسماء؟
بهي صباح الخير شيف، صباح الخير فاطمه، صباح الخير البنات، صباح الخير الناس تبعوا فينا الكل كالعاده، والله لا تقطع لنا عاده. حبيت نعمل حاجه سهله اليوم، باش نعملوا ان بسكوي ايطاليان. بسكوي ايطاليان الاسم يظهر صعيب شويه، لكن هو سهل. مشخشخ بنين ومشخشخ. باهي برشا، دونك البسكوي اليوم تاعنا ما يغركمش الاسم، لكن راهو اكيد باش يكون سهل معاه لي زاستيس تتمدهم لنا اسماء. انا زاده نحب نسهل عليكم اليوم طريقه تعداد الكوردون بلو، مي للناس اللي ما تحبش المقلي خاطر باش نطيبوا في الكوشه بطريقه سهله برشا. الفارس نتاعو زاده باش يكون بسيط مع لي فروماج لبنان من عند مريح، هذا الكل باش نشوفوا تفاصيله بشوي بشويه. مع اني اخترت باش نحضر لكم دي سورت نتاع السوفلي، دونك اللي بالبات يتخدم كل شيء. تنشوفوا شنو مع الفارس اللي باش يكونوا في وسطه، اخترت لفاح لبنين اللي باش يفوحوا اكثر، هو طماطم سيكام. تفاصيل الاطباق ناخذوها وحيده وحيده، لكن خلي نبداو نهارنا كالعاده مع لي كوتش وفاطمه صفيت. ايه وي، نهارنا ديما نبداوه بسبوت الخاصه بالما ولي سبورتيف دو بيبي جيم. Mais Palma, mais manba tabiai, riche en magnésium et en calcium. Palma, une eau d'une excellente qualité. Et najarabt Palma, wenti waqtish. Palma, source de nature au quotidien. صباح الخير، صباح النشاط الحيوي على قناة تاسعة، معكم كوتش أنور بيبي جيم. دونك اليوم باساج جديد، فرصة جديدة باش نعملوا شوية رونفورسمون. اليوم اخترت باش نخدم لكم سيونس بور لي بيك. Je vais faire des exercices très très simples, basiques, avec deux haltères légers et un tapis. Donc, je vais faire des exercices de la salle de la. Donc, je vais faire des exercices de finition avec les haltères. Notre travail de base, c'est les pompes. D'accord? Vas-y. Donc, coucher dorsal.
دونك ان شاء الله يكون عجبكم الباساج تاعنا اليوم، دونك تحب تنجموا تعاودوا تفرجوا فيه في الباج فيسبوك تاع بيبي جيم. ميرسي تو الموند، كان معكم كوتش انور اي على بروشين. مشكورين لي سبورتيف. احنا بحذينا الدكتوره سناء الشريف بن سلطانه طبيبه تجميل. صباح الخير مدام. صباح الخير فاطمه، شحوالك؟ عايشك، شكرا على الاستضافه. مرحبا يا لاله، تشرفنا. دونك نحكيو على فيرجيتور ما قبلنا نرجعوا بحذا لي شيف بيك فاطمه. مرحبا بكم مشاهدينا مع بعضنا باش نتلقوا في اعداد الاطباق اللي اخترناها لكم. اول حاجه خليونا مع هالبسكوي الطلياني اللي قالت عليه طلياني وعيونه في ضر اليوم، باش نشوفوه مع اسماء. باهي، عندنا 150 غرام زبده في تمبيراتور امبيونت حراره الغرفه، عندنا 40 غرام سكر اسمر و80 غرام سكر ابيض عادي، وحده سكر فاني، 75 لوز مرحي و75 غرام بوفريوه مرحيه و150 و150 فرينت ورده نتاع العاده. سبيسيال جاتو. لا لا سبيسيال جاتو. باش نقول للناس اللي ما عندهاش سكر الاسمر تنجم تعوضوا بالسكر الابيض، اما فوت 40 غرام تحط 20 غرام. باهي، نبداو الخدمه نتاعنا. اول حاجه الزبده نحلوها شويه، تكون اون بوماد. اون بوماد حراره الغرفه. باهي، نحطوا لي سكر نتاعنا، السكر الابيض والسكر الاسمر. ايوا ما تبرمزي السكر اليوم. هلفي هاكا شوية. هلفي يا عيني. أصلي بركة لا تجينا صفاء. سكر فاني. هلفي بركة. تبيع جرود. باهي. تو باش نحيو الفويه خاطر. باش نكملوا نصبوا اللوز. اللوز المرحي. نخلطوا شوية بيان سور. حنانة. راه ما تستحقش حتى بمغرفة، راهو نخدموا ما مش مشكلة. اللي عنده فوي يبدا في الاول فوي، من بعد كي باش نزيدوا لي بودغ يحط مغرفه. باهي، انا اللوز نسيت المهم ما نعرفش نطيب بيه. غالي 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 اللوز بفريوه. واش كليت تسبك الايامات الاولى وانا نطيب باللوز؟ سبوني برك. 50 غرام حكايه فارغه هذوما يززي ونجمعه كامله. البسكوي مشتهي، وخاصه كي نعملوها هكا في الدار ما يتكلفش جمله، كي تمشي تشري انت معنا اللي يطيح لك هذايا. اكزاكتومون، هذاك البيت نتاعي انا. فوالا انت باش تمشي تشريه الكيلو بدرا قداش، ها وين نوريك كيفاش تعملوا في الدار. حاجه يتكلف لك باللانتيير دو بري. اكزاكتومون، وحاجه انظف. سامحوني لي باتيسيي تو باش تغشوا علينا. دونك هكا في الاخر باش نزيدوا فرينت ورده نتاعنا. اي بهي سبيسيال جاتو. احنا ديما نختاروها في لي بيسكوي على خاطر تعطينا هشاشه خارقه العاده وبنينه برشا، ما عندهاش كلاري تقول غاف نتاع الفرينه. لي برودوي نتاع ورده الكل انا نختارهم في كوجينتي. علاش؟ على خاطرهم حاجه سوبر تكون بنينه برشا ومزيانه. نكملوا نحركوا بالكدا لين تولي لنا عجينه، باش نخليوها لين تلمروحها بالكدا، وقتها باش نحطوها تبرد سويعه هكاك، ومن بعد نرجعوا باش نكملوا الباقي ان شاء الله مع بعضنا. باهي، كلمونا البلديه لقى لنا حل في الذبانات هذوما. انا ساده المشاهدين باش نبدا نحضر اول حاجه في الوصفات المالحه نتاعي. قلت لكم اليوم كوردون بلو للناس اللي ما تحبش المقلي، باش نعملوه بطريقه سهله برشا ونطيبوه في الكوش. شنو نعمل؟ عندي هنا الصدايرات نتاع الدجاج من غير جلده من غير حتى شيء، نظاف امورهم رجله لا عظم لا حتى شيء. باش نوريكم كيفاش نتريتيهم. ناخذ سكينه متوسطه مش كبيره برشا، ونجي هنا للطرف نتاع كعبه الاسكالوب كعبه السوبريم، ومن هنا من فوق ونحاول ندخل السكينه بطريقه من غير ما ننقب كعبه الصدر، كاني باش نعمل الكرشه نتاع العصبان اللي نستعملوها باش تهز لي الفارس من بعد اللي انا باش نحضره معاكم وحيده وحيده. دونك شوفوا هنا نتبع هكا من غير ما نجرحها، من بعد نقلب السكينه للجهه الاخرى وكيف كيف نمشي ونتبع بشوي بشوي اللحم من غير ما نجرحه من غير ما ننقبه باش يهز لي الفارس ما يتفرطش في قلبه. هذوما كعيبات الصدورات نتاعي انا، باش نفوحهم شويه فلفل اكحل هكا، باش نحط معاهم شويه زعتر. نحب نكهة الزعتر مع الدجاج الحقيقة، ينقص في الزفورية نتاعو ويعطينا بنة ممتازة مع الدجاج. دونك هكا هذايا باش نزيدو تشيشة ملح، وأنا الدجاج ديما كي نغسلو نحط في الماء نتاعي قطيرات خل، وإلا حتى الدجاج تعملوا له قطيرات خل باهيين يترنخ فيهم ينحي الزفورية أول حاجة، ثاني حاجة يولي الدجاج نتاعنا طري وبنين في الفم. هذوما باش نخليهم يتبنوا في الفاح نتاعهم، وتوا باش نتعدى نحضر الفارس هذايا باش ما نطولش برشا على فاطمه، نشوفوه بعد شويه مع بعض.
مش طولت على فاطمة، حسيت روحي صاي المكياج تاعها حسيت رقدتي جاك النوم. اي برا نروحوا اسماء يصيب عليك. الو نرجع نحكيو مع الدكتورة سناء شريف بن سلطانة طبيبة تجميل. اليوم دكتورة نحكيو على التفزير ولا تمدد الجلد، دونك الفيرجيتور. نحبوا نعرفوا شنو الاسباب، نعرفوا لي برشا النساء والرجال يجيهم ساعات حتى الصغيرات يجيهم التفزير هذا، دونك شنو الاسباب نتاعهم؟ لا الفيرجيتور هو كما قلت انت هو تمدد، علامات تمدد في الجلد. يجي للمراه كما الراجل كما معناتها لادوليسون. ان فيت احنا نعرفوا لي الجلده فيها تروز ايتاج، فيها ليبيديرم والديرم والليبوديرم. هو اذا الفيرجيتور سي كو الديرم، الديرم البارتي انترميديير اي لا بيردو معناتها لي بروبريتي نتاعها، معناتها بيرد دو ليلاستين، بيرد دو كولاجين، امانسيسمون في الجلده. فوالا عنده بليزيور اوريجين. هو المراه اكثر من الراجل بحكم كون المراه ديما ثم لي شانجمون هرمونو، ثم الغروسه، ثم ديما معناتها المراه اكثر من الراجل، مي حتى الراجل ينجم يديفلوب في بدنه معناتها دي فيرجوتور. الفرق كون في لومبلاسمون، المراه سورتو في الفونتر، في لي كويس، في ساعات في الزنود، فوالا في لي برا، في لي هانج، في البواترين، فوالا. وبالنسبه للراجل سي سورتو او نيفو دي زيبول اي او نيفو دو دو. مي كيما قلت لك المراه ديما اكثر من الراجل. ثم زاده شي في البيريود بوبرتي معناتها في سن المراهقه زاده تظهر عند الادوليسون. الاسباب اولا بالنسبه للراجل لي سبورتيف سورتو ريت التمدد في العضلات كي يعملوا سبور الميسكيلاسيون تو دان كو سودان معناتها ثم تمدد وتقلص في العضلات، دونك مش يعمل لنا دي شيغور معناتها هي سي اون تيب دي سيكاتريس. فيرجوتور سي سيكاتريس كيما سيكاتريس بالضبط، حتى في لي تريتمون تشبه لي سيكاتريس. داكور ان فيت وبالنسبه للمراه سي سورتو او كور دي لا غروسيس في الحبيله معناتها ولا كي تسمن وتضعف تسمن وتضعف في لادوليسونس معناتها وقت لا ثما اوغمونتاسيون دو بوا بروسك فهمت تصير هيك التمدد في الجلد تفاسون بروسك، هذاك هو اللي يخلق لنا العلامات هذيا. مي مش العباد الكل معناتها العلامات هذيا تظهر. ثم في عنده بو هكا الاستيك ولا عنده الاستيسيتي فوالا ديما المراه البو الي بلو فين. حاجه اخرى ثم اللي يعرفوا لي مويان معناتها نتاع الوقايه كونتر التمدد هذايا، وثم اللي يصفوا كمان معناتها وهي سي با اون مالادي معناتها ماهيش مرض، مي هي تقلق بسيكولوجيكمون برشا. به توا قبل ما ندخلوا احنا شنو العلاج وغيره، فما بدنات ما تعملش الفيرجيتور هذوما بورتون فما معناتها يحبلوا يسمان ويضعفوا وبدنهم ما يصيرش فيه هذا. فوالا صحيح كلامك فاطمه. اون فيت ديما نقولوا احنا الوقايه خير من العلاج، معناتها ديما نبداو نعطيو نصائح معناتها اتيتر بريفونتيف باش ما نوصلوش للتريتمون، خاطر التريتمون نتاع التمدد هذايا في الجلد تريتمون صعيب برشا وعلى بيريود طويله. بريفونسيون ديما ويل دامون دوز، ديما لي ويل دوليف معناتها سورتو بور لي سبورتيف، لي زوتو مساج سورتو بور لا فام انسانت معناتها كي تكبر كرشها بروغريسيفمون تدن لي اونج تدن الفونتر باش احنا ما نوصلوش للحالات نتاع سي سورتو لي زوتو مساج. معناتها ساعات تلقى مراه ديما مواظبه حمام غوماج دي مساج ريلاكسون اي نو ديفلوب با معناتها لي فيرجوتور، بدا واحد جلدته شيحه وديما معناتها مسلمه ما يشربش برشا ماء وغيره. فوالا هذه اهم حاجه لي زوتو مساج معناتها لي مساج باللي ويل سورتو لي ويل اباز معناتها اللي فيهم لامون دوس والويل دوليف. هذا هي البريفونسيون والسبور في حد ذاته ينجم يكون بريفونسيون، مي كي يبدا معناتها سبورتيف منظم مش يلعب سبور ويقص هكاك تولي بليز يمسكل ويرجع. فوالا روسيه بونجور دكتور، مرحبا بك في الماتينال. انا نحب نسالك على الكولور نتاع الفيرجيتور، نعرفوا انه الكولور يفرق ما بين عبد وعبد، وعلاش شنو هي سر الكولور هذايا احمر معناتها فما احمر ولا ابيض ولا بلو؟ هي الكولور نتاع الفيرجيتور ديبون دو لا كولور دو لا بو، مي جينيرالمون كي تبدا فيرجيتور جديده ريسون تبدا دو كولور روج بوربر هكا فيولاسي، مي كي تبدا فيرجيتور قديمه تولي بلون نكري نكري فيها اللمعه تبدا. فوالا فيها اللمعه كي تبدا قديمه سورتو افيك البرونزاج وكل شيء معناتها ديجا نقولوا احنا يزيد في الطين بلا خاطر الشمس ما لازمتهاش بوغ لي بيرسون اللي عندهم اللي تعمل شيخوخه للبشره الشمس الفيرجيتور لي فيرجيتور ما يحبوش الشمس. فوالا كيما السيكاتريس
دونك من المستحسن ديما ليكرون وسبراي معناتها في البدن اذا كان ثم دي فيرجوتي ريسونت باش ما نوصلوش اللي كونهم يوليو بلون ناكري كي سون ديفيسيل ا تريتي معناتها بالسيف ما نجمو نعالجوهم فوالا. انت حكيت توا على التريتمون دكتوره لهنا نراو برشا مثلا يعملوا لازير فما دي تريتمون فما ما نعرفش شنو من الحاجات اللي تنجم تاخذهم المراه والا شنو هو الانترفونسيون اللي تنجم تعملها سورتو فما اللي يعملوا لي بوزيسيون ومن بعد تقعد لهم كي لي فيرجيتور العملية شفت الدهون وفما اللي ما يحبش يقص بيان سور ما تحبش تقص الترهلات هذيك شنو هي لازم نعملوا لهنا بالنسبه لي فيرجيتور كي يبداو ريسونت ديما نقولوا ماذا بيه الواحد يلقف روحه من الاول معناتها لي فيرجيتور ريسونت يبدا التريتمون اسهل حتى البيريود نتاع التريتمون تبدا اقصر مي بالنسبه للي كريم نبداو باللي كريم انتي فيرجيتور معناتها الكريم اللي موجودين اللي نستعملوهم ضد التمدد هذايا في الجلد اباز داسيد معناتها فيتامين ا اسيد يمشيو سورتو بور لي لي فيرجيتور ريسونت كي يبداو حمر فهمت مي اون فوا ولاو معناتها ساهي تبدل لونهم ولاو سي تيب دو سيكاتريس كيما نقولوا احنا لازم شويه صبر خاطر التريتمون مش يكون طويل وديما احنا نختاروا لي تريتمون كومبيني معناتها مش حاجه برك نعالجوا بها ديما نخلطوا بليزيور تيب دو تريتمون فوالا بارمي لي تريتمون ثم اللازر لازر سي او 2 معناتها هو اللي يعمل ابغازيون فهمت ابغازيون للجلد حاجه فيزيك اللي مثلا اللازر يلفو مينيموم 4 سيونس اون سيونس بار موا هذوما ديجا 4 موا إليا لي بيلينغ اللي هي حاجه كيميك معناتها اسيد تقشير ان بو فور باش معناتها لي فاسخ شويه لي سيكاتريس اون فاس ان بو باش نخدموا على توحيد اللون احنا فوالا توحيد اللون احنا معناتها مش نحاولوا باش نقربوا الكولور نتاع الفيرجيتور للكولور نورمال نتاع الجلده مي اون بلوس مش نحاولوا باش نجودوا فيها شوية. نسكروها معناتها يقربوا لبعضهم مي ديما احنا نقولوا للباسيون 80% معناتها حتى كي يتنحى 80% ما نقولوش 100% كيما لي سيكاتريس الراديو فريكونس دكتور راديو فريكونس فوالا باش نحكي عليها ان فيت راديو فريكونس كيما نعرفوا هي ريشوفمون نتاع الكولاجين والالاستين دونك كيف كيف تعاوننا باش نقربوا كولور الفيرجيتور اللي هي سي اون سيكاتريس نقربوها للكولور نورمال نتاع الجلده ثم زاد اللوميير ليد لوميير ليد هي الفوتو بيومودولاسيون سورتو الكولور روج معناتها كي يدخل للدارم كيف كيف روشوف ليلاستين والكولاجين ويحاول باش نقربوا كولور الفيرجيتور للجلده ونحاولوا باش نسكروا في لارجور نتاع الفيرجيتور به توا احنا كيف تلقى مثلا نعرفش انا مراه حبلت المره الاولى والمره الثانيه والثالثه اون سي جامي قداش والا عبد هكاك معناها هو طبيعه بدنه اللي هو يسمن ويضعف معناتها يكفي انه هو مره بركه طلع له معناتها الفيرجيتور هذيا وتعالجها ما عادش باش ترجع ولا اشاك فوا باش ترجع لازم ديما بريفونسيون وراهو ديما وانت كي تنصحوا المراه اذا كان تعمل بروغرام نتاع حباله ولا ولاده ولا تحب انت بعد ما تكمل الولاده باش تمشي تبدا تعمل لا احنا اذا كان هي عندها بروغرام تبدا بالبريفونسيون تبدا بالبريفونسيون ريت مراه انسانت لازم من دوزيام تروزيام موا تبدا بالمساج ان سبورتيف يعرف يعمل لي ميسكل معناتها برشا وكل شيء ديما ويل دوليف ويل داموندوز معناتها ديما احنا ننصحوهم باش يبداو بالبريفونسيون خاطر اون فوا انستالي يعملوا روتونتيسمو بسيكولوجيك برشا ساعات يجيو دي باسيونت فاطمه معناتها عاملين ديبرسيون من خاطر يجيو ظاهرين برشا فوالا كوم دي بلولوغ ساعات شوفها معناتها فوالا انت قالت تجيب بلولوغ فوالا وهما اون فوا انستالي معناتها بالسيف ما يتنحاو ونحب نقول حاجه لي باسيونت اون فوا لي فيرجيتور هما ساي انستالي لازم شويه صبر في التريتمون معناتها احنا كميديسان استيتيك ما عندناش باغيت ماجيك باش معناتها مش نفسخهم تو دانكو كيما لي سيكاتريس مثلا تنحاو 80% فوالا مثلا تحب في الصيف هذايا ما عندهاش فيرجيتور يلفو كومونسي دوبوي نوفمبر دوبوي اكتوبر كيما قلت لك لي تريتمون كومبيني سور 6 موا 7 موا pour avoir un résultat ou dit ma coule 80-70% mais tu n'as pas 90% كل واحد وبدنه احنا ديما ما نحطوهمش سيرتو هما بسيكولوجيكمون يبداو مقلقين نحطوهمش يحلموا ب 100% و 90% ديما نقولوا 70 80 باش والله اعلم معناتها العلم قاعد يمشي ويتقدم ولا والتجميل قاعد يمشي ويتقدم دونك اهم حاجه فاطمه سامحني اهم حاجه الفو سكسبتي سكسبتيك
كيما احنا بيش حتى معناتها العلاج نتاعو يكملوا ويصبر وفهمت مش يعمل منها ديبرسيون يولي يعمل 2 3 سيونس يقص il faut s'accepter. بيه ميرسي بوكو دكتورة سنان شريف بن سلطانة طبيبة تجميل. نرجع بحثة لشيف. رجعنا فاطمة لكوجينتنا باش نكملوا مع بعضنا كيف ما قلنا اليوم عندنا البسكوي ايطاليان هذايا اللي قاعدة تحضر فيه اختنا اسماء اختارت باش يكون بنكهة اللوز والبفريوة. دونك بدينا في الفاسوناج تو اكزاكتومون بعد ما حضرنا البات وخليناها تبرد سواعة خرجت نحطوها في الفريجو في الفريجيدير تشد روحها شوية باش ما توليش خاطر باش نعملوها كعابر احنا باش ما تلصقناش في دينا باهي انا نحطوا نوزنوا انا وزنت 14 غرام كل كعبة وقتها لازمها باش من بعد تجيو على بعض باش يجيو قد قد من بعد باش نحضروا الكارنيفور مع بعضنا ان شاء الله وتو نشوفوا دونك كعبة 14 غرام ونكعبروها هذايا فيما يخص البسكوي ايطاليان مع اختنا اسماء نجار وين وصلنا فيه بالنسبه لي انا تو باش ننطلق في اعداد هل الكوردون بلو بعد ما فوحنا الدجاج نتاعنا وشفتوا كيفاش انا قعورت القلب نتاعو بالسكينه باش يهز لي الفارس دونك ناخذ سوبريم نتاع الدجاج نتاعي بعد ما تفوح مليح دونك بالزعتر حطيت له شويه ملح وشويه فلفل اكحل توا باش نعبي له الفارس نتاعو دونك الفارس شنو عندي خذيت هنا قوته انا ديجا حضرته قوته من عند مرياح معاها فخوماج فومي المدخن اللي هو لا فيميكاتو اللي هذايا نشوفوا فيه مزيان برشا نحب نقول لكونه مرياح اطلق حله جديده للصيف وللناس اللي تتبع في مرياح وتحب الجديد نتاعو خليكم ديما على الباج فيسبوك ولا الباج انستغرام فروماجري مرياح تلقاو جديد وتلقاو بالحق باكاجينغ ياسر مزيان ولبس صيف مزيانه برشا برشا للناس اللي تحب فروماج مرياح كيما انا الحقيقه نحب فروماج مرياح في الوصفات نتاعي دونك هنا خلطت القوته اللي هي شايحه وتعطيني الطوع في الخدمه مع الفروماج فومي من عند مرياح وحطيت معاهم شويه جامبون قصيته جيد نتاع داند حطيت معاهم شويه زيتون كيف كيف دششته شويه وتوا باش ناخذ الفارس هذايا نعبيه في هلا البوش اون بلاستيك هذايا دونك ساهل برشا نجموا حتى تعبيوها انتم بمغرفه صغرونه توسعوا بالكم لكن انا بحكم الوقت يزربني نحب ديما نستعمل لي بوش اسهل في الخدمه دونك هكا نعبي الفارس هوني حطيت معاهم انا شويه معدنوس نحبوا يعطيني نكهه المعدنوس في وسط الدجاج كيف ما قلت زاد ينقص لي حتى مزفوريه هكا هذايا الفارس نتاعنا اللي بالقوته من عند مرياح والفروماج فيمي كيف ما قلت لكم نجي هنا ننفض هذايا مليح دونك يتقص زايد نتاع البوش باش يسهل علينا الخدمه ناخذ الصدر نتاع الدجاج من الجهه اللي انا حليته كيف ما قلت لكم بالسكينه هكا ونحاول نحط فيه البوش باش نعبي القلب نتاعو بالفروماج شوفوا هو واحد واحد يتنفخ الصدر دونك هذايا الفروماج في وسطه اللي مفوح كيف ما قلت لكم بالمعدنوس حطيت له شويه فلفل اكحل حطيت له جامبون وحطيت له فروماج فومي دونك ناخذ ديما البارتي اللي قعورتها هكا نحط في وسطها البوش ونفرسي دونك نعبي القلب نتاع الدجاج نتاعي بالقوته وهالفارس البنين دونك حاولوا ما تنزلوش برشا باش ما يتفرش الفارس هنا دونك نجي ديما نعبي بنفس الطريقه هذايا الفروماج نتاعي في وسط كعبه الدجاج هكا هوب ونحطوهم باش نطيبوهم دونك شو عملت انا؟ خذيت هنا شويه طومات كونكاسي من عند سيكام مدشش هذايا مفوح بالثوم باش زدت انا ديجا شويه ملح شويه فلفل اكحل هنا باش نزيدوا شويه زيت نجمه الديول الممتازه هذايا المخلط ما بين المايس ومخلط ما بين القطانيه الديول نتاع زيت فيتاميني وبنين صحي وفي كله منفعه دونك هنا يتخلط مع الطماطم مليح باش نحط معاهم سنات ثوم نزيد نقوي طعم الثوم في الطماطم سي كامل مزيانه نشوفوا لونها كيفاش محلاه هكا باش ناخذ انا كعيبات الكوردون بلو نتاعي اللي فرسيتهم ديجا نحي لهم الزايد نتاع الفارس الكل دونك هكا ونرصف كعيبه باش نبختها شوفوا الدجاج نتاعي دونك هكا الزايد نتاع الفروماج كيف ما قلت لكم الكل يتنحى ونهز الكعبه نظيفه نتاع الصدر نتاع الدجاج معبي حذر باش شفنا كيفاش رصفناه هنا نغطيه بابي كويسون الورق هذاك نتاع الطهو ما نحبش انا البابي الومنيوم يعطي فرازات مع السخانه مش باهيه بابي الومنيوم ونعديوه للكوشه يطيب على درجه حراره 180 نخليوه مده
40 دقيقة هكاك ماكسيموم، من 30 ل 40 دقيقة يكون حاضر الدجاج نتاعنا. البسكوي البسكوي بعد ما كعبرته كل باش نرجعوا شويه يشد روحه في الفريجيدير شويه تونا درجه دارجين بعد باش نطيبوه في درجه حراره 150 درجه مده 20 دقيقه 150 درجه 150 درجه يعطيك الصحه. دونك ركزوا لنا على السخانه نتاع الكوشه اللي هي تنجح لكم لي بسكوي في الدار. احنا باش نرجعوا لفاطمه وبعدين نجيو لكوشينتنا نشوفوا الاطباق الاخرى وين وصلنا فيها. ميرسي بوكو لي شيف يعطيكم الصحه. احنا توقع باش نحكيوا بي موغ الطبيعي ذاك علاش بحذنا مدام مونيا غزايل صاحبه شركه بي موغ. صباح الخير مدام. صباح الخير نهاركم زين. مرحبا بكم الناس الكل. مرحبا مرحبا باللي قاعدين يتفرجوا فينا وردوا بالكم تحرقوا فطوركم اليوم. مدام مونيا دونك اليوم ما نعرفش اسكو عندنا معارض ولا ما عندناش. احنا المعارض اللي في الساحل الغيت ما تلقاوناش في حتى معرض في الساحل اللي احنا رانا مش نكونوا متواجدين نهار 15 جويليا في المعرض الدولي اللي في صفاقس معناها اللي ما خلطش علينا فك الفتره نتاع 4-5 ايام برشا عباد قالوا اللي هما ما فطنوش به المعرض بورتون احنا تكلمنا عليه في التلفزه. دونك راهم باش يلقاونا نهار 15 جويليا في المعرض الدولي نتاع صفاقس يطلعوا في الدروج يلقاونا جوست اون فاس في البلوك ا. دونك اكتوالمون ما عندنا حتى معرض كان في الشروم نتاعنا اللي هو في المنزه الخامس نتاع سوسه تلغى احنا ماناش غادي به. دونك راهو في شنو ضمه مدام ديكور ولا ديكور اليوم الديكور مش حاجات تبيعوا فيهم في بيماغ مثلا الديكور ما نحطوا فيهم لي بلونت هكا اليوم حبيت نبدلوا شويه كوم مازلت لنا حلقه قبل الاخيره. دونك اي صحيح انت نجموا ياخذوا حاجه في دي برودوي. دونك عندك حاجات دي الجديد ان شاء الله اللي باش يكون موجود اللي برشا الظلف نتاع الهندي برشا صبره صبره وهذا مسكين كاكتوس اللي هو منسي على الاخر اللي هذا الظلف نتاع الهندي عملنا منه ماسك للشعر اللي هو كيراتين ناتوريل معمول بالنوات كوكو ومعمول بالسبيرولين والمورينجا يتعمل على شعر اميد يهبط الشعر حرير معناها تنجم تقعد به ساعتين وبعد تغسل بعد تعمل نكته من سيغوم اللي هو بزريعه الكتان ويقعد الشعر امبيكابل. ثم البارفان شوفو عملنا العرعار عملنا النعناع عملنا الورد زعتر كليل لاغوم الرمان ثم الكامومي برشا صغار اللي شعرهم اصفر وبعض مرات يغمق بالسبراي نتاع الكامومي ترش لها كي تبدا ماشيه على البحر يقعد شعرها سدون انيفي باش يفتح وحتى الكبار اللي يحب يفتح شعره. دونك فاريتي كبيره برشا باش تكون موجوده ان شاء الله جديد للوجه وللشعر. الحاجه الاخرى اللي الاسكارغو اللي هو نعرفوا اللي هو ماك ديبوزي والاصلي خليناه راهو في سمو اللي هو 170 دينار ومش يكون معاه الكادو هذايا اللي هو اخزر الذهب احنا عطيناه كادوره الجمعه اللي فاتت. اما المره هذايا هو باش يكون كادو مع الاسكاغو الكل فيه زيوت فيه زيت الهندي فيه الزيت المورينجا فيه الاخغان وفيه جوجوبا اللي برشا عباد ما يعرفوش برشا دي فيتامين موجودين. ثم فيه البيدي سيت يتعمل فوق يا قبل ولا بعد الاسكارغو سادون اني في اكسترا اوردينير الليفت الكل عندنا ليفتون كله كله تبارك الله اللي البرودوي لونتي غيد كلهم سي دي برودوي ليفتون تاع على الاخر. البروموسيون قاعده نتاع ليلي موجوده مازالت البلانت اللي تنحي فيه 10 كيلو اي انكور بلوس للعبيد في شهرين. ثم نتاع جيعة المفاصل برشا انا جبت حاجه اللي هي خلينا نحكيو عليها بعد شويه مدام الحاجه دي خلينا سوربريز خاطر عندنا مدام نبيله من بكري السنه فينا على التليفون. صباح الخير مدام. صباح الخير عيشه. شنو حوالك؟ مدام فاطمه. اي انا راني مغرومه بالقناه الماتينال. يعيشك بارك الله وفيك وياخو بخاطرك يا لله. الكل. يعيشك. يعيشك. الوغ مدام نبيله خذيت شنو من عند بيموغ الطبيعي؟ هاي خذيت انا مدام مونيا مشيت لها وخذيت ما عندها تبع راجلي عنده صفرة الشيحه خذيت ما عندها دبوسه ويني والله نسيت اسمها انا بالنار وفيها شويه هكا من الاعشاب ونخلطها بالعسل تبارك الله افيكاس بالكدا عندها اكرون تحفون زاد ياسر الحق بالكدا بالكدا وربي شو نقول لك ربي ان شاء الله يعاونها والله ينصرها على من يعاديها.
يعيشك يا تبارك الله. ما نسكرش انا راني دخلت في ياسر شركات نخدم اصلا ومن غير ما نعمل حتى اي دعايه وبليسيتي على الشركات، ولكن جربت من الكليكا، ولكن عندك ما نجمش كما يقولوها نذم فيهم وربي ان شاء الله يعاونها. لكن البرودوي اللي خذيته مع عند مدام مونيا تبارك الله افيكاس افيكاس افيكاس. راني مانيش انا راني نعملها في دعايه، راني انا نتكلم في الحقيقه. هكا هو يعطيك الصحه مدام. ميرسي عايشك مدام نبيلة. يعيشك ميرسي على التيمونياج اللي راجلها عنده صدفيه واحنا عندنا ريزولتا اكسترا اوردينير على الصدفيه اللي ثم احنا نعطيو المورينجا اللي مش مورينجا وحدها راهي فيها دي زوتر بلانت والا جانزين كيف كيف اللي فيه دي زوتر بلانت، والحمد لله عندنا دي تري بون ريزولتا اكسسوا على البرس ولا الصدفيه ولا ثم اللي تاش بغون ثم الثعلبه ثم الشو دو شيفو ثم برشا حاجات اللي الحمد لله توا العباد تبارك الله يعرفوه لو برودوي ويعرفوا ليفيكاسيتي نتاعو. ممكنش ثم نقولوا دو 5% عباد اللي مازالوا ما لقاوش ريزلتا كيما العباد توا. كل واحد وبدلو كيفاش يتعامل. قداش من عامل الحمد لله لو برودوي يا ربي مالك الحمد. باهي حبيت تحكي لنا على حاجه منها. والله احنا في العاده كالقعامر نتاع القنويه احنا نلوحوهم. القعامر نتاع القنويه هذونا كي تمشي طيبوا القنويه خليوه ينفخوه في الماء ويشربوه في الصباح للي عنده السكر، راهو يعدل السكر دون فاسون انكرويابل ما ينحيش الدواء. يعمل تحاليل يعمل شهر القعامر نتاع القنويه وبعد يمشي يحلل يشوف اللي التو نتاع السكر تاعه. هذه على خاطر مجربه هذاك عليه جبته باش نفيدوا بها عباد. ايوي علاش لا. دونك معنا تليفون اخر مدام مريم. صباح الخير مدام. مرحبا. عسلامة. نتمنى وقت السباق تطلبوني شنو نقول لكم على مدام مونيا قضيه. اي فوالا انا طلبناك وهكا على الهواء كما نقولوا. دونك مدام مريم شنو خذيت من عند مدام مونيا غزيل؟ صح. يعني انا استعملت منها لقامة نتاع ليتاش. هاي ليتاش اي؟ بصراحة أنا مشيت عديت تكنيك وواحد ويعني ما تنحرت كيف أنا حبيت. صراحة يعطيها الصحة ويرحم والديها. وسافا فرحانة مدام تنحاو ليتاش؟ هي ولا ما سمعتك؟ قلت لك تنحاو ليتاش ولا لا؟ إيه تنحاو الحمد لله. أنا ديجا مشيت سبت اللي تعدى هذا خذيتك نتاع الليفت. أنا قلت لها نحب يدس من وجهي يدس من شوية خاطر قالت لي لا وجهك هو باهي اما هاوش نعطيك نتاع الليت وخذيت الاكرو وصابون اما طياره. صح اللي طاط انا اللي تيت نتاع اللي تيت هذا استعملته يعني ما عندوش نهارين اثنين اما اللي طاط مرتين انا خذيت القام مرتين. فهمت. الحمد لله الحمد لله انت فرحانه مدام مريم بارك الله فيك. بارك الله فيك على التيمونياج مدام. عندنا راهو جمعه كامله احنا هذي اللي عملناه للوسيون هذا راهو اعطينا قاعدين نعطيو فيه كادو. انا ديما برودوي كي نجي مش نخرجو نهديه قبل ما نبيعوه. دونك عندهم نتاع النعناع هذي راهو اللي اكسلون ينجموا يحطوه في الفريجيدير وكي تدخل تبدا تعبه ولا مسخانه والكل جوست تعمل دوش وتعمل هكا ضربه على الوجه فريمون تحس روحها فقاش اي بي عنده برشا افي بور لا بو. باهي برشا منعش للبشره ويضغط منعش. اما زاد اللي يزيد الكيلوات مدام برشا يسالوا عليه اللي يزيد الكيلوات. والله انا جو سوي فريمون ايمو على خاطر البارح كليونت اللي يظهر لي خوها ولا شكون اللي فريمون زاد 4 كيلو في جمعتين. أوه. معناها سي اكسترا فيه دي فيتامين الكل وبرشا انواع نتاع حلبه فيه برشا فيتامين ينجموا يستعملوه يا مغرفه في ان جو في ليت بول في اي نوع نتاع جو والا يعبي ورطل عسل يخلطوا ياخذوا مغرفه في الصباح ومغرفه في العشيه سي اكسيلون ميم يعطيوه حتى بوغ لي بيبي راهو هذا سي ناتوريل ما في حد شيء هكا ربيعه مغرفه يغرغروه للصغير سي اكسيلون اللي تلقاه ما ياكلش ويزيد يحلو شيء نتاع الماكله. باهي برشا عندنا مدام سنده معنا. صباح الخير. صباح النور يعيشك يا مدام. اهلا بيك يا فاطمه ربيع. يعيشك الحمد لله صافا انت. يعيشك الحمد لله يعيشك. مرحبا بمدام منيا ان شاء الله. يعيشك. يعيشك. مدام سنده شو اخذت من عند بيموغا الطبيعي؟
اي انا تجربتي من 2019 فيفري بديت مع التريتمون تاع الشيب. الحمد لله يا ربي لقيت معناتها ريزلتا سمحه ياسر وما زلت نكمل راني انا حتى الاوت في الفيشه نتاعي يعني ما زلت فهمت لكن الحمد لله يا ربي تحسن بالكدا الحمد لله نكمل انا اي يرحم والديها وبارك الله فيها يعطيك الصحه الشيب تنحى يعيشك مدام قالت لك مدامون يا الشيب تنحى هكا ولا اي يعني معناتها كيما نقولوا 70% 75% فهمت جست اي الحمد لله يا رب معناتها الحمد لله انا مدام انا كنت نسبح كل نص شهر راني توا نقعد حتى بالاربع شهور معناتها ما عادش يقلقني سبيا الحمد لله اي الحمد لله نمسح الحمد لله ننصح اي انسان ننصح اي انسان يحب يتخلص من الشيب يمشي لمدام منيا يعني يرحم والديها بالحق يعني نصيحه من الدين بارك الله فيك مدام سندا انت خديت هذا خديت معاه الكومبليمون خديت الفشفيشه وخديت حاجه تاكلها هكا ولا اعشاب الاعشاب بيان سور مدام معاها الفشفيشه المورينجا فوالا المورينجا اي وهو ماكله يعني صحيه كيكا سافا يعني الحمد لله الحمد لله بارك الله فيك مدام بارك الله فيك على التيمونياج اول مره حد يكلمنا ولا ثاني مره اذا برشا تكلموا على الشيب اوكي ما الايامات هذه سي فغي ما ثماش برشا هذا سيت ريجينيراتور كابيلير اللي هو مجدد خلايا هي توا قال 70% انا نقول لهم راهو خدش شعرها ابيض كومبليتمون كومبليتمون واللي ما عندوش شيب يا فاطمه يستعملوا ما يطلعلوش الشيب اه باهي اللي مثلا عنده تيغان كلهم يشيبوا فيسا دونك يستعمل هذا يعمل كور دو 8 موا من غير ما ياخذ لي بلونت يعمل كل لوسيون ما يطلعلوش الشيب بالكل واللي عنده الشيب بيان سور هاك سمعت اللي راهو يفوت وشويه وقت مش تخلص 70% أيوة. حاجه لازم نوضبوا عليها ونقول لهم ماما مش بس وداخ راسي نحب البنات كل وحده كان عندها شي حاجه انا اكثر حاجه عجبتني حكيت لي بروم هذوما المنعش نتاع البشره شيخ عليهم على الاخر خاطر في الصيف ديما عندنا البشره بالشمس تشيح تفقد الكلام تاعها العرق اكسيتيرا شنو هو لي زيفي نتاعهم لي برودوي هذوما على الوجه مونيا سي دي فيتامين دي فيتامين كله فيه دي فيتامين اي وحده العرعار سي تري كوني ويمشي للشعر زاد اي تنجم تعمل في الشعر ما بون احنا عملنا بارفان بارفان اما تنجم ترش به ترش به الدار ترش به الكهرباء تحب تدخل في بيت النوم نتاعك تعمل هكا ضربه وترقد فريمون سي اكسيلون معناها منعش كما قلت انت ميلتي بيزاج يعني متعدد الاستعمالات حاجه خارق للعاده اي بي حتى راهو في بيت النوم تنجم تاخذ شترك على بقارس وتحطها تحت الفرش وترقد بوندو اون سومين كل يوم تجددها وتشوف لي في نتاع هكا شترك على قارس وانت ريقت شنو اللي تعمل خليها لكم هذيك شوفوها استوس طياره على الاخر عندك حاجه اخرى تحب تقولي لنا نخلي روسي روسي باخر نحكي انا شويه انا نحب على الشد الكريم نتاع الرقبه ونتاع الكرش زيد نعرفوا اللي يستعملوا يظهر لي العشبه تنجم اون باراليل تستعمل معها نتاع الشد نتاع الرقبه هي احنا تعدينا مع عفيف وثم كليون تكلمت اللي هي كان عندها معناها نقولوا احنا دوبل مونتون اللي تنحى دونك يسمعوها غدوه السبت تو يسمعوا التيمونياج نتاعها على بعد مدام تعدى ولت البارح ولت البارح سامحني ميسال شيء يعاودوا على الانترنت الانترنت انا خممت الانترنت فتو ونحات الكرش معناها فريمون سي اكسيلون العباد فرحانين بها برشا خاطر فيها كولاجين فيها دي بلونت اللي هما يعاونوا مش يشد برشا حاجات راهم اللي دي بلونت اللي هما حتى اللي ناكلوهم غله اللي هي تعاون توا انت القنويه تقول شنو اللي تعمل خلف اللي هي راهي تعمل تركع السكر تعمل برشا حاجات القنويه راهي ميم للبوتي ميم بور لي برودوي ناتوريل اسمع ايوب هذا بيك صحين قناويه اليوم باهي عندنا مادام ذكروا الادغاس والتليفونات دونك احنا بلا شويه على هذا نتاع البرد والمفاصل اللي راهو كيف كيف موجودين ثم نتاع اشعه المفاصل ثم نتاع الساقين اللي يبداو لوغ ويحرقوا كي نحطوا دابوزامين في الكونجيلاتور في الليل تدهن بالكريمه في قاع الساق وتحط ساقيك وتبدا تخدم هكا راهو يخدم سيركيلاسيون نتاع سامحني نتاع الدم وفريمون سي سوبر افيكاس للواحد هذا احنا عندنا توا قديش واحنا
نتكلموا على المنتوجات نتاع بيموغا تابي. ان شاء الله يا رب تعاود تحل الكونفينمون يتنحى وربي يرفع علينا الوباء ونرجعوا نخدموا البرة كما كنا والحمد لله. ناشخوا لفي راشدين تليفونات 98 200 0 23 22 341 341 29 0 31 0 32 و 24 355 0 31. نحب نقول الغفران ان شاء الله يا ربي ان بون غوتور. غفران تعبت شويه والله تعبت من الكليونات بالمجد قلقوا وقت الكونفينمون وما نعملش الجيل وما نعملش عام ديبرسيون وعندي الوحده نتاعها بعث لنا سيرتيفيكا ميديكال عندها شهر ان شاء الله يا ربي تقوم لنا لاباس وتجينا تضحك وتلعب وكما العاده. اي هذيك هي راهي سي لو ترافاي اي لو كليون اي روا. ومرحبا بالناس الكل. ميرسي بوكو مدام منى أغزاي صاحبة شركة بي موغا الطبيعي. نخرجوا فاصل ومن بعد نرجعوا.